عارفين يعني ايه اضعف كائن في القاره المظلمه؟ كان هيبيد البشريه كلها. ايوه يا صديقي، زي ما بقول لك كده ما تستغربش. فاكرين ملكه نمل الكيميرا؟ الملكه دي كانت جايه من القاره المظلمه بسبب صندوق محظور استخدمه واحد من الصيادين الاقوياء، صندوق بندورة. الصندوق المحظور على جميع البشر والصيادين من الاقتراب منه، لكن هنعمل ايه؟ فطمع واحد من احدى البشريه لامتلاك القوه، قرر انه يتجاهل كل التحذيرات دي ويفتح الصندوق. لكن شوفوا بقى من اهوال المنظر، الشخص ده كان عنده قدره 2 قويه جدا، ولكن رغم ان ده كله الا برضو انه استدعى اضعف من في القاره المظلمه. يعني من الاخر كده، قوتك الجباره هنا بتعادل اضعف كائن في القاره المظلمه. اكيد دلوقتي دماغك بتلف وبتسال ايه هو صندوق بندورة المحظور ده، وايه هي اصلا القاره المظلمه. باختصار كده يا صديقي، القاره المظلمه دي مكان خارج خريطه العالم اللي هم فيها، يعني نعتبرها كوكب تاني، كوكب مليء بالمخاطر اللي ملهاش حل، كوكب كله وحوش ورعب واشياء خطره جدا. قوه ضغط الهواء اللي هناك بس بتدوب البشر العاديين في مكانهم. باختصار اوضح، لو شخص بيتعلم منين في العالم بتاعنا ده هياخد تقريبا فوق السنه، وده عشان مفيش ضغوطات جسديه عليه. اما في القاره المظلمه فمن كتر الضغط اللي موجود في الهواء والقوى المنبعثه من هؤلاء الوحوش هيتعلموا في شهر واحد بس. لو لسه مش مصدق، احب اقول لك ان زمان جدا اجتمع 6 دول ومعاهم الفايف 5 على راي واحد انهم يرسلوا صيادين محترفين عشان يستكشفوا العالم ده. عارفين عدد الصيادين اللي كانوا رايحين قد ايه؟ كانوا 7500 شخص. تفتكر كده يا صديقي كام شخص يرجع من الحمله دي؟ لا يا معلم، ما تفكرش كتير، لا 100 ولا 200 ولا الشغل التعبان ده. العدد اللي رجع يا صديقي مش هتتخيله اصلا. انتوا فاهمين يعني ايه 7500 شخص يرجع منهم 28 بس؟ ايوه يا صديقي، 28 شخص زي ما بقول لك كده. لو لسه برضو مش مصدق، احب اقول لك ان ال 28 شخص اللي رجعوا دول كلهم حصل لهم انهيار عصبي، وده غير اللي بقى عنده امراض وبقى بيموت ببطء، ما عدا 3 اشخاص بس هم اللي قدروا ينجوا من كل ده. ايوه 3 بس، الرئيس نيترو، زيك زولديك، لينت ادوبل، هم بس اللي قدروا ينجوا، وهم كمان اللي عرفوا البشرية كل حاجة عن القارة المظلمة. اهوال ما بعدها اهوال، وبعدها تم قفل موضوع القارة المظلمة ده، وان مفيش حد من عالم هانتر هيفكر يروح هناك تاني. ولكن بعد مقتل الرئيس نيترو اللي كان جامح بعض الشخصيات الاقوياء من اي حد يفكر يروح هناك تاني، الكل بدأ يفكر من جديد في القارة المظلمة والموارد اللي هناك. وعشان تروح القارة المظلمة دي لازم عدة اشياء. اول حاجة وهي الاذن، وعلى رأسهم الفايف 5 اللي هي تعتبر حكومة العالم على الدول دي. وتاني حاجة اللي هي الطريق اللي برضو عند الفايف 5، عشان زي ما قلنا ان الخريطه بتاعت القاره المظلمه مش موجوده اصلا معاهم، مفيش خريطه بس غير عند الفايف 5 دول. وتالت حاجه هي المؤهلات، انك تكون شخص قوي جدا وعندك قدره 2 قويه جدا فقط لتتحمل الضغط الهواء اللي هناك. وتالت حاجه اللي هو التفاوض، لكن زي ما قلنا القاره المظلمه تقبع في مكان خارج خريطه العالم، وعشان تروح الكلام ده كله لازم يكون معاك المؤهلات دي. لكن هيروحوا ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقه دي. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion. Your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. بعد ما تم قتل الرئيس نترو على يد ملك نمل الكيميرا، بيتم اجتماع عاجل بين اعضاء نقابه الصيادين على مين اللي هيمسك مكان الرئيس، واللي كلهم بيتفقوا على بنت اسمها تشيدل، ودي بتكون طبعا من نقابه الصيادين. طيب توضيح سريع جدا، الفصل ده بعد اخر حلقه من توقف الانمي، يعني نقدر نقول ان الفصل ده هو الحلقه اللي بعدها على طول. بعدها بيتم اجتماع عاجل عشان الرئيسه الجديده هتقول الخطاب بتاعها، واللي بيتفاجئوا بشخص داخل عليهم وبيقول لهم ان في مشكله كبيره حصلت. بتقول له ايه ده؟ ده انا لسه ماسكه ما بقاليش ساعه. لكن بيقول لهم افتحوا التلفاز بسرعه شوفوا انتوا بنفسكم. بيفتحوه وفجاه بيشوفوا واحد شبه المارك كده وطالع في بث مباشر للعالم كله، بيقول لهم انا عندي كل حلول البشر، انتم عاوزين موارد صح؟ انا عارف ارضي فيها كميه موارد غير محدوده تكفي العالم كله، وكمان الارض دي مش مستغله من طرف حد، يعني محدش من البلد حاطط ايده عليها. بيقول واحد منهم للي جنبه، هو مين ده اصلا؟ بيقول له ده هو يا جورو، ملك دوله كاكن. ازاي واحد من النقابه زيك ما يعرفش ده؟ والكل بيسمع ومستغربين من اللي هو بيقوله الراجل ده، وبيقولوا له فين يا عم الارض دي؟ لكن بيقول
بيقول احنا دولة كاكن بنعلن اننا هنحمل على اكتافنا احلام البشر، وكمان هنوسع النفوذ بتاعتنا، والارض دي بتكون هي القارة المظلمة. الكلمة رشقت في قلب كل الصيادين، المكان الاكتر تحريما في العالم كله. لكن بنشوف نفس الشخص ده برضه بيقول لهم ايه هي القارة المظلمة دي، لكن بيقولوا له يا عم ريحنا انت بقى واهدى شوية. لكن بتقول له البنت دي ان القارة المظلمة دي بتكون مكان خارج خريطة العالم، مكان كده بيعيش فيه وحوش سحرية وانواعها من الكائنات تشبه البشر، لكن كان في مخططات زمان بتذكر كوارث عظيمة حلت على البشرية في كل مرة كانوا بيروحوا لهناك. وقبل 200 سنة وقعت دولة الفايف 5 معاهدة بين الكل تنص على انهم بيحظروا السفر للقارة المظلمة مرة تانية. لكن بنشوف الملك ده وهو بيقول انهم مش هيلتزموا بخرافات نشرتها الدول القديمة، وانه حان الوقت لقد تنهض احدى الدول الجديدة اللي بتشكل القوة والمحركات الحديثة للمجتمع كله. الراجل ده بيلعبها صح، شاف ان العالم كله واقع اقتصاديا وهو جالهم على الجرح. وفي ذلك الوقت تحديدا بنعرف ان في بعض الدول الاخرى بيمروا بحالة اقتصادية مزرعة جدا، ودولة كاكن هم اللي مطورين نفسهم وامنوا نفسهم لابعد الحدود، وشكلهم كده كانوا بيخططوا من سنين يعني، عشان كده بيتكلموا بقلب جامد. وبتقول الرئيسة ان دولة كاكن اكيد موقعوش على المعاهدة بتاعت السنة دي. لكن بنشوف الشخص ده تاني بيقول لهم استنوا، ده لسه في المشكلة الحقيقية هتظهر دلوقتي. وبنشوف الملك ده وهو بيقول ان من اجل قيادة فريق حملة القارة المظلمة استعانوا باكتر شخص مؤهل موجود حاليا وبيقدمه للناس وبيشوفوه. وفجأة بيظهر صورة الرئيس نيترو، وكله طبعا بيكون متفاجئ وبيقول هو لسه عايش ولا ايه. لكن بيقول ان ده اكتر شخص في العالم كان عنده خبرة بجميع المقاتلين، وانه كان قوي جدا وحكيم في تصرفاته، عشان كده وظفنا ابنه القائد العام للحملة بيوند نيترو. الكل بيتفاجئ طبعا عشان مفيش حد في النقابة يعرف ان الرئيس نيترو كان عنده ابن ولا انه كان متجوز اصلا، يعني كان مغفلهم كلهم. بيقول بيوند ان ابوه نيترو كان بيقول دايما تنتهي حياة المرء حالما يتوقف عن تحدي نفسه، وبيقول انه بحث ودرس وعرف منين جت اسلافه، لكن عشان يتأكد من صحة كل ابحاثه لازم يروح للقارة المظلمة، وان مفيش حاجة هتقدر تحوشه عن ذهابه لهناك. وبيقطع وعد للكل ان لو في اي عوائق هيتخلص منها كلها. من الاخر كده هو بيلم كل الصيادين من كل الدول عشان يروح بيهم لهناك، وانه مستعد يتحدى اي حد طالما ان في شخص قبل انه يروح معاه للعالم الجديد، لانه في الوقت ده هيكون بقى فرد من عيلته. وبيطلب من الناس اللي موافقين على كلامه انهم يجيله في دولة كاكن، وانه بيتعهد امام الجميع انه هياخدهم لهناك. وبعدها البث بيتوقف على كده، وبنشوف الصيادين والعالم كله واقفين مصدومين. الراجل ده فتح طريق لكل اللي عاوز يروح للقارة المظلمة. نقابة الصيادين خايفين من اللي بيحصل ده، لكن الراجل ده بيقول ان الرئيس قبل ما يموت ساب تسجيلين محفوظين بالنين عشان ما يحصل لهمش اي حاجة، وانه اتوقع ان في حاجة هتحصل زي كده عشان كده سابهم، وقال له انه لازم يشغلهم قدام الكل ومعاهم كل الزلديك. لكن بيقولوا له انه مفيش وقت نجمع حد، احنا لازم نشغله عشان نفهم كل اللي بيحصل ده. الكل بيتهوش مع بعض ومنهم اللي بيتصل على جين وباريستن، لكن مفيش رد منهم، لحد ما الرئيسة الجديدة بتوقفهم وبتقول لهم سيبكم من الرسالة دي دلوقتي عشان انا لازم اقول الخطاب بتاعي. بعدها بنشوف في دولة كاكن وبيعرفوا بيوندو انهم وصلوا 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب في خلال ساعة واحدة. انتوا متخيلين الرقم؟ يعني فجأة تصحى كده تلاقي عندك 100 مليون مشاهدة على فيديو واحد، ده انت هيحصل لك جنان وربنا. وكمان بيعرفوا ان في 100,000 اتصال جالهم وكلهم عاوزين ينضموا للحملة، لكن في شيء واحد بس لازم يعرفوا بيه، هو ان الملك جاله اتصال رسمي من الفايف 5 انه يسحب اعلانه ويوقع على المعاهدة. لكن بيعرفوا بيوند انه ينفض لهم وما يردش عليهم، لكن الشخص ده بيعرفوا انه عشان يخرج من المعاهدة بشكل قانوني فلازم يطلب طلب رسمي من الوكالة الخاضعة للفايف 5، وده هياخد 3 شهور. لكن برضو مفيش ضمانات انهم بعد ما يستلموا طلبك هيقبلوا ولا لا. الفايف 5 دي على حد علمي عشان مفيش حد شرحها لسه، منظمة عالمية هي اللي ماسكة شؤون البلاد. لكن بيوند بيقول له سيبك منهم، هم بس عاوزيننا نقعد سنين طويلة لحد ما فلوسنا تخلص وفي الاخر هيوافقوا على التصريح الرحلة، لكن هتكون بمجموعة صغيرة جدا. انا عاوز اروح المكان اللي مفيش حد حط رجل فيها قبل كده، وكمان مقابلة اشخاص انا ما شفتهمش قبل كده، والمس الاشياء اللي عمري ما شفتها قبل كده. انا مش هرفض اي حد ينضم ليا ولا هطرد اي حد عاوز يمشي من هنا، انا بس اي حد هيقف في طريقي هسحقه بدون اي رحمة. يخرب بيت شيطانك يا عم. كل اعضاء بيتحمسوا وبيقولوا له احنا معاك يا معلم. بعدها بنشوف باريستن وجين وهم استقالوا من نقابة الصيادين، وبنشوف ان الرئيسة وافقت على الاستقالة بتاعتهم، وبيقولوا انهم دلوقتي بقى عددهم كاملين ويقدروا يشوف الرسالة بتاعة الرئيس السابق. ولكن جت مكالمة مباشرة من الفايف 5 للرئيسة انهم يصطادوا بيوند نيترو.
بعدها بنشوف توكو وكالة الاستفسار الخاصة بالفايف خمسة، وهم دول المسؤولين عن الرحلات، وهم بيقولوا انهم مش هيسمحوا لأي حد انهم يروحوا للعالم الجديد، وان دولة كاكن بس هي اللي عملت كده، وده قالوا هم عملوا كده عشان موقعوش على العقد. يعني من الاخر كده دولة كاكن دي طالما انهم موقعوش على العقد فما فيش عليهم محاكمة او عقوبات من باقي الدول التانية او الفايف خمسة. وبيقول كمان ان حراس بوابة القارة المظلمة بيكرهوا الاشخاص اللي زي كده، ولكن لو انهار الاجتماع بين دولة كاكن وبعض الرؤساء فما فيش حل غير انهم يستخدموا صندوق بندورة من جديد. يعني من الاخر كده لو دولة كاكن ما تحلفتش تاني ومشت اللي في دماغها هيبعتوا لها وحوش من القارة المظلمة تبيدهم من على الخريطة كلهم. بيقول له بس دي مخاطرة كبيرة جدا يا رئيس. قال له ما انا عارف. وبيخش هما الاتنين في مختبر كده وبيوري له جثث مقطعة والدنيا خربانة على الاخر. قال له بص حواليك انت شايف ايه؟ الراجل بيبص كده ومخضوض من اللي هو شايفه. قال له دول اللي نجوا من القارة المظلمة، الناس لقيتهم مرميين على الارض وكل شوية جسمهم بيلتوي لحد ما شكلهم اتعصروا على الاخر كده، كل ده بس عشان خط ارضه مش ارضهم. وبيدي له كتاب كده وبيقول له اقرا فيه، كل المعلومات اللي نعرفها هتلاقيها هنا وهتعرف الناس دي حصل لها ايه، وخلي بالك من الكتاب ده لان مفيش غير نسخه واحده منه هنا، الكتاب ده اللي بالمقابل دفعت البشريه به الثمن عشان خط ارض مش ارضهم. وفجاه بيقابل شخص ورا الازاز كده بيقول له بص كده الشخص ده جاي من القاره المظلمه برضه. قال له بس ده كان انسان عادي بس بعد ما رجع بقى مش انسان، وكمان الشخص ده ما بقاش ياكل ولا يشرب من 50 سنة، بل بيتغذى على جسمه من الداخل وبيرجع يجدد الجزء اللي اكله مره تانية. باختصار اتصاب فيروس خلاه مانيع من الموت، وفي كل مره كانوا بيروحوا الصيادين للقاره المظلمه كانوا بيجيبوا معاهم كوارث من هناك، وعشان كده حطت الفايف خمسة المعاهده دي عشان ما حدش يروح لهناك تاني. وبيقول لك اقرا الكتاب وهتفهم كل حاجه. وكمان في تقرير عن بيوند نيترو. بيبدا الشخص ده يقرا في الكتاب وبنشوف رساله الرئيس مكتوبه في الكتاب هي كمان، وبيعرفهم ان الفايف خمسة عملوا فريق سري من امهر الصيادين وده عشان يستكشفوا القاره المظلمه لسبب سياسي، وان ابن بيوند كان هو واحد من الفريق ده، ورغم انه حذرهم كتير ان مفيش حد يروح لهناك تاني الا برضه انه ما سمعوش كلامه، لكن النتيجه اللي رجعوا بيها كانت كميه كبيره جدا من الضحايا وكارثه جديده كادت ان تنهي البشريه باكملها. لكن ابنه حب انه يروح هناك تاني عشان ما حسش انه استكشف اي حاجه خالص هناك، لكن هو حذرهم كلهم ان مفيش حد هيروح مره تانية لحد ما هو يموت. وبيعرفهم انه لما كان شاب هو راح للقاره المظلمه مرتين بس، وفي الوقت ده حس بقوه بتستيقظ في جسمه. يعني من الاخر انت لما بتحارب شخص فبتحاول تخرج كل قوتك على قد ما تقدر، اما في القاره المظلمه انت هناك بتحارب الطبيعه نفسها بس وضغط الهواء، وكمان بيكون نصرك قليل جدا، يعني لو ما عندكش قدره اتنين قويه جدا باين انك هتموت من قوه الضغط اللي هناك. اما القوه اللي عند ابن بيوند فدي اسمها التصميم، عنصر اساسي شاف القاره المظلمه، وهي دي الرساله اللي كنت سايبها لكم انكم لازم تروحوا القاره المظلمه قبل اي حد وتستكشفوها انتم، اتغلبوا على اي خطر في القاره المظلمه وعودوا باي امل. انا عارف ان دي رغبه انانيه مني، لكن انا عاوزكم انكم تكونوا اول المستكشفين للقاره المظلمه، ولكن ده مش امر ولا اي حاجه، انا عاوزكم بس ترفعوا من شانكم في العالم ده. وبيقفل الرئيس على كده. الكل طبعا بيقعدوا يتهاوشوا مع بعض على الكلام ده، وبيبص للسيد بنزا هل في شريط تاني ولا خلاص كده. بتقول الرئيس انهم دلوقتي ممكن يشاركوا في القاره المظلمة، يعني هي تقصد ان الموضوع بايديها دلوقتي ممكن تشارك ولا لا. لكن بيقول واحد منهم انهم ما عندهمش مانع انهم يروحوا القاره المظلمه، لكن انه يتصدى لبيوند فهو ضد الفكره دي اصلا. لكن بتقول له الرئيسه ليه انت عاوزنا نخالفهم ولا ايه؟ على فكره يا جماعه انا كاتب فصلين لحد دلوقتي ومفيش حد منهم ذكر اسم التاني. لكن بيقول واحد من الصيادين انا ما حبيتش طريقتهم، يعني لو في منافسه بين نقابه الصيادين ودوله كاكن اكيد كان هيخطفوهم، لكن دي ما فيهاش منافسه خالص. وكمان اكيد ابن الرئيس ده كان بيحضر للرحله دي من سنين فاتت، ولكن السؤال هنا هل كان فينا حد بيفكر اصلا في القاره المظلمه ولا لا؟ بتقول الرئيسه لا، لكن اشك في شخص غبي اللي ممكن كان هو اللي بيفكر فيها وبيظهر صوره جين، يعني هي بتقصد عليه من الاخر. يعني بتقول واحده منهم ان لو جين انضم للرحله دي هي هتنضم هي كمان، لكن بتشوف ان في ناس معترضه على قرار الفايف خمسة وناس متفقه على صيد بيوند. الناس المعترضه على قرار الفايف خمسة بيقولوا انهم عاوزين بس ياخدوا الموارد لنفسهم، وان ما ينفعش خمس دول بس هي اللي تقرر مصير البشريه كلها، والناس الثانيه مش عاوزين يعارضوا قرار الفايف خمسة عشان ده يعتبر اعتراض وهيتم اتهامهم بالتحريض على الفوضى. لكن وفجأة بيجي لهم اتصال بيصدم الكل. بيوند نيترو جالهم عندهم وكل واقف مصدوم وهم مش فاهمين فيه ايه. ايه ده؟ هم دول الزوديك بس؟ ممكن تتصلوا على الفايف خمسة وقول لهم انكم قبضتوا عليا. انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت جاي تسلم نفسك عندنا بكل سهولة كده ولا ايه؟ بعدها بنشوف الشخص ده وهو لسه بيقرأ في الكتاب وبيقول ان البشرية هم اللي جابوا الكوارث الخمسة للعالم ده، واول كارثة منهم هو السلاح بريون، جسم كروي بيحمي انقاض غامضة قديمة والكائن الغازي
الكارثة ايه؟ الرغبة في التوكل، والأفعى ثنائية الذيل، وحش بيسيب عدوه بجنون القتل، والوحش المتلاعب بالبشر بابه مقيد بين الحياة واللذة، ومرض الخلود زوبي يائس تحت غطاء الأمل الزائف. انا مش فاهم ايه معنى الكلام ده. وبعد ما بيخلص الشخص ده بيقول ان المكان ده ما ينفعش حد من البشر يروحوا هناك تاني. نرجع بقى لنقابة الصيادين، وبنشوف بيوندو وهم ربطوه وحاطينه في سجن خاص للناس الخطرة، وبيقول لهم دلوقتي انتوا قبضتوا عليا زي ما الفايف 5 طلبت منكم، ولكن في نبوءة عندي لازم اقول لكم عليها، انتوا في الاخر هتحرروني وهتروحوا معايا للقارة المظلمة. كلهم واقفين مستغربين ازاي بيقول كده وهو محبوس عندنا، لكن الرئيسة بتقول له انت دلوقتي بقيت تهديد للسلام العالمي وممكن يحكموا عليك بحكم تعيش بيه داخل السجن مدى الحياة، لكن بيقول لها ممكن ممكن لا كمان. لكن شخص في وضع ده كلامي مش هيوصل للفايف 5 على طول، يعني باختصار كده عشان تفهموا اكتر، بيوندو سلم نفسه عشان يقدر يتواصل مع الفايف 5 مباشرة عن طريق نقابة الصيادين، يعني لان زي ما احنا عارفين والشخص اللي كان من اتباعه في دولة كوكن لما قال له اننا عشان نقدر نتواصل مع الفايف 5 هياخد الموضوع ده 3 شهور، لكن لما يجي يسلم نفسه هنا هيقدر يسمعهم هو عاوز ايه. هنا بنشوف الرئيسة وهي بتسجل كل المحادثة بتاعته عشان تبعتها للفايف 5، وبنشوف بقى هنا في خريطة العالم ان عالم هانتر بالكامل مكانه في قلب القارة المظلمة، لكن هم عايشين داخل بحيرة اقل خطورة من العالم الخارجي اسمها مايوبس الضخمة. ومن جميع البيانات اللي جمعوها اكتشفوا ان في 149 رحلة ذهبوا للقارة المظلمة، وكل اللي رجع منهم بس هو 28 شخص فقط، واللي كان موجود منهم حي هو كان الرئيس نيترو فقط. واللي بالمناسبة ال 28 شخص دول كانوا من اكفاء الصيادين في العالم، يعني كانوا حاصلين على ميداليات في المعركة واللياقة البدنية وكمان قوة النيل، ومع ذلك ماتوا كلهم. بيقول شخص منهم انهم اصلا عشان يروحوا للقارة المظلمة لازم يكون معاهم المرشد هناك، والمرشد ده كائن من الوحوش من القارة المظلمة، بيقدروا بعض البشر انهم يتفاوضوا معاهم انهم يدخلوا للقارة المظلمة، ومن غير المفاوضات دي هتكون الرحلة صعبة عليهم. بتسأل واحدة منهم وبتعرفوا ان كل اللي قالوا عن الكوارث الخمسة هي حقيقية ومتسجلة دلوقتي عبر التاريخ. طيب دلوقتي لو الرحلة دي فعلا راحت، هل هيجي 5 كوارث تانية للعالم ده ولا لا؟ بعد ما بيسمعوا كل اللي قاعدين بيقلقوا من الكلام ده، ودول شكلهم تبع اللجنات المسؤولة عن الرحلات او تبع الفايف 5 يعني. المشكلة ان مفيش حاجة بتتكتب فوق يعني عرفنا دول مين اسمهم ايه، حتى مفيش اي حاجة من الكلام ده. لكن بنشوف الرئيس ده وهو بيقول ان اي كلام في الموضوع ده هيخلي المغامرين اللي بيطرد احلامهم يتشجعوا اكتر، وده غير رجال النفوذ ورجال الاعمال اللي مش هيعملوا حاجة غير انهم يأجروا ناس بس عشان يروحوا للقارة المظلمة. احنا مش جايين هنا عشان نتكلم عن كل ده، احنا جايين هنا عشان عاوزين حل نوقف بيه دولة كوكن. بيقولوا اكيد وانا حضرت لكده. بيقولوا في البند الرابع من معاهدة الاساس داخل ميثاق الامم المتحدة لتهديد العالم، من المادة 7-9 المتعلقة بالعدو والامراض ضد اشكال الحياة الخطيرة او الافعال المتعلقة بالتهديدات الغير معروفة يسمح رسميا بحظرها، وان تم الرفض فبيتم تدخل الجيش الى حين انتهاء الموضوع. بيقولوا احنا عارفين ده، لكن الكلام ده للشخص العامي بس، يعني مش دولة زي دولة كوكن كده. بيقولوا اسف انه خرج عن صلب الموضوع بس حب انه يتأكد من شيء، لكن الطريقة الصحيحة والاسلم لكل الطرفين اننا ندعي ملك دولة كوكن هنا للفايف 5، وهم هنا هيكونوا فريق يسموه الفايف 6، ونعرفهم اننا موافقين على ذهابكم للقارة المظلمة، لكن بدون اي حد ما يعرف انهم في صفهم. بصوا يا جماعة انتوا اكيد ما فهمتوش اي حاجة خالص، لكن انا هشرح لكم على طريقة الخاصة. احنا عارفين ان في 5 دول وعلى رأسهم الفايف 5، الفايف 5 دول عاملين زي حكومة العالم كده. الفايف 5 دول عملوا معاهدات سلام من كل الدول، وكمان عاملين معاهدة تنص حظر الذهاب الى القارة المظلمة، الا انهم لازم يتفقوا مع بعض لو ناويين يروحوا للقارة المظلمة زي ما حصل قبل كده. المعاهدة دي لها وقت وتتجدد فيه، يعني ممكن نقول مثلا 10 سنين طبعا وقت ما جت معاهدة التجديد تاني على عدم ذهاب اي دولة للقارة المظلمة او اي تهديد هدد سلام العالم. دولة كوكن رفضت انها توقع على المعاهدة، وده بيخليهم في الحالة دي انهم مش خاينين ولا خلفوا المعاهدة، بل ان فترة المعاهدة خلصت وهم رافضين بقى شرط عدم ذهاب القارة المظلمة ده. باختصار انت عشان تروح القارة المظلمة لازم تاخد اذن الدول كلها وكمان سفينة الرحلة وخاصة الخريطة اللي بتودي للقارة المظلمة، وكمان عرفنا ان في حراس لبوابة القارة المظلمة، وده بيحصل بينهم بتفاوض الفايف 5 مباشرة، وكل الحاجات دي موجودة عند الفايف 5 لانها بتمثل كل الدول الباقيين. طبعا الفايف 5 رافضين ان في كل مره يروحوا للقاره المظلمه بيجيبوا معاهم كوارث تقضي على البشريه، وكمان رافضين مقابله بيوند. لكن بيوند سلم نفسه لنقابه الصيادين عشان كلامه يوصل للفايف 5 على طول، بما ان نقابه الصيادين لها تواصل خاص بالفايف 5. هنا بقى ساده الفايف 5 بيحاولوا يتجنبوا الحرب اللي ممكن تحصل ضد دوله كوكن، وبيقرروا انهم يقابلوا بيوند، لكن في نفس الوقت وقبل ما يجي بيوند هيعملوا فريق اسمه الفايف 6، وهيقولوا لبيوند انهم يدعموهم في الخفاء وانهم موافقين انهم يروحوا للقاره المظلمه، وعشان بيوند وملك دوله كوكن يصدقوا
هيوروهم موثوقه للفايف سيكس انهم مجموعه سريه ومحدش يعرف عنهم اي حاجه، ولكن في النهايه هيديهم خريطه لبعض الجزر المهجوره ويعرفوهم ان دي هي القاره المظلمه، وبكده هيكونوا تجنبوا دخولهم للقاره المظلمه. ده اللي انا فهمته لحد علمي، لان بصراحه القصه معقده جدا وصعب حد يفهمها. طبعا الكل بيوافق، وكمان هيخلوا الطاقم بتاع السفينه هيكونوا هم من نقابه الصيادين. انا مش عارف ازاي الحيله دي هتخش على بيوند اللي بيقال انه راح للقاره المظلمه مرتين، يعني اكيد فاهمها يعني. لكن بعدها بنشوف جين وباريستون وهم كمان بيجمعوا فريقين عشان يروحوا للقاره المظلمه. ومع العلم جين وباريستون ما بيطوقوش بعض، لكن هنعرف ايه اللي هيحصل وازاي هيجمعوا الفريق وازاي هم هيروحوا اصلا. كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت، واهم حاجه كومنت، وتحاول تفهم القصه لانها معقده. وما تنساش اخيرا انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. His life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me.